اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين.